واليوم نقترح عليكم كروكيت بالكفته وجبنه البلوك لافاش كيري. غادي نحتاجوا في المقادير باش نوجدوا هاد لي كروكيت اللي كيبغيهم صراحه الكبار وخاصه الوليدات الصغار. فغادي نحتاجوا 400 غرام ديال الكفته، جبنه البلوك لافاش كيري، جزره واحده، بصله واحده، عريش من الزعتر، ثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون زيت البلديه. غادي نحتاجوا الزيت باش نقليو هاد لي كروكيت، شويه ديال الملح والابزار. غادي نحتاجوا 5 المعالق كبار ديال الخبز محمص لا شابلوغ، 5 المعالق كبار ديال الطحين فورس، جوج ديال البيضات، شويه ديال الملح والابزار. وغادي نحتاجوا واحد الخليط كيتسمى خليط محمص اللي فيه 80 غرام ديال الطحين فورس، 60 غرام ديال الزبده، ونص سيترو من المرق ديال الخضره. فقلنا باش نوجدوا كروكيت بالكفته غادي نحتاجوا اول حاجه 400 غرام ديال الكفته، جبنه البلوك لافاش كيري، جزره واحده، بصله واحده، عريش من الزعتر، ثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون. غنحتاجوا الزيت باش نقليو، شويه ديال الملح والابزار، 5 المعالق كبار ديال لا شابلوغ الخبز المحمص، 5 المعالق كبار ديال الطحين فورس، جوج ديال البيضات، الملح والابزار. وقلنا غادي نحتاجوا واحد الخليط المحمص اللي غادي نصيبوه غير ب 80 غرام ديال الطحين فورس مع 60 غرام ديال الزبده رطبه مع نص سيترو ديال المرق الخضره. فغادي نبداو بالطريقه ديال لي كروكيت بالكفته والجبنه. وغادي ناخذ اول حاجه داك الخليط المحمص، يعني غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي نذوبوا فيها 60 غرام ديال الزبده، من بعد غادي نضيفوا ليها 80 غرام ديال الطحين فورس، وغادي نخلطوا بحال كيف كنديروا في البيشاميل. ملي كذوب الزبده كنضيفوا الطحين وكنخلطوا، من بعد غادي نخويو عليهم المرق ديال الخضره اللي حنا موجدينه قبل. يعني غادي نديروا الماء ونديروا الخضره اللي عندنا، اللفت، بصله، خيزو، الكرافس، المعدنوس، مربط، ونخليوهم حتى كيتلقوا مزيان. وهذاك المرق ديال الخضر كنصفيو من الخضره وكنخليوه، يعني كنضيفوه على ديك الزبده والطحين وهو يعني بارد ماشي سخون. فقلنا غادي نذوبوا ديك في كاسرونه على عافيه مهيله، غنديروا 60 غرام ديال الزبده، غادي نضيفوا ليها 80 غرام ديال الطحين فورس ونخلطوا، ونضيفوا داك السيترو ديال مرق الخضره يكون بارد، وغادي نبقاو نحركوا ونخليو الخليط يعني حتى كيطيب لينا تقريبا واحد 5 حتى 7 ديال الدقائق وكينشف مزيان صافي. وديك الساعه كنحتفظوا به على جنب نخليوه يبرد وكنمشيو كنصايبوا الحشوه. غادي ناخذوا المقله اللي ما كتلصقش، غادي نشحروا فيها بصله وحده مشل رقيق في زيت الزيتون، يعني في زيت البلديه نشحروا ديك البصيله، غنضيفوا ليها خيزو حتى هو مقطع طريفات صغار، يعني جزره وحده مع بصله وحده مشحرين في شويه ديال زيت البلديه مقطعين طريفات صغار، نضيفوا لهم داك العرش ديال الزعتر، ثم كنضيفوا الكفته وكنفرتوها على داك الخليط وكنتبلو بشويه الملح والابزار وكنخليو كلشي كيطيب مزيان، داك خيزو البصله والكفته. ومن بعد كنطفيو عليهم العافيه، عاد خارج النار كنضيفو ديك جبنه البلوك لافاش كيري محكوكه وكنخلطو مزيان، وكنضيفو هاد الخليط الاول، هذاك الخليط الاول اللي حنا درنا ديال الزبده والطحين ومرق ديال الخضره، بعد ما طابلينا ونشفلينا مزيان كنضيفو على الخليط الثاني ديال الكفته وجبنه البلوك لافاش كيري والبصله وخيزو، ثم مباشره كنحصلوا على خليط، هذاك الخليط ديال الطحين والزبده هو اللي غيجمعوا لنا مزيان بحال دايرين بيشاميل. وديك الساعه هاد الخليط كنشكلوا منه كويرات، ممكن انكم تشكلوا منه كويرات وتدخلوهم للكونجيلاتور حتى يقبطوا راسهم واحد شويه، عاد ديك الساعه نوجدوا طبسيل فيه الطحين فورس وطبسيل فيه البيض مطرب مزيان وطبسيل فيه الخبز المحمص لا شابلوغ. اولا ممكن مباشره كيف تخلطوا الخليط الاول مع الثاني ديروهم على شكل كويرات، ومباشره هذوك الكويرات دوزهم في الطحين، ومن الطحين هزوهم في البيض، ومن البيض غادي ندوزوهم في لا شابلوغ الخبز المحمص. عاد ديك الساعه نديرهم في واحد البلاطو نغطيهم بلاستيك الغذائي ونخليهم حتى يقبطوا راسهم مزيان، يا اما نخليهم في المجمد في الكونجيلاتور فوق ما نحتاجوهم والوليدات هكا نهزوهم ونقليوهم، ولا ممكن على انه نطيبوهم مباشره فكيجي ولدات وكيجيو معلكين بجبنه البلوك لافاش كيري وبالصحه والراحه.